وللتعليق على هذا الخبر معنا عبر الهاتف الدكتور فتحي الفاضلي الكاتب الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور فتحي الفاضلي. بداية لو بدأنا بما نقلته صحيفة اللوموند الفرنسية عن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية وروسيا والصين رفض طلب من الاتحاد الأفريقي بتغيير المبعوث الأممي إلى ليبيا، كيف تقرأه وتفسره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو حقيقة ليس فقط الصين، بس أغلب أعضاء مجلس الأمن الـ15 اللي موجودين كانت غينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا وساحل العاج. الثلاث دول هذه كانوا أعضاء في مجلس الأمن، وقدم طلب مكتوب بتعيين مبعوث لليبيا مشترك بين أفريقيا أو المنظمة الأفريقية والغرب، على أساس أن مهمش ورفض الطلب. طبعا كان الحوار كان مغلق، لم ينشر هذه الأمور، لكن نشرت تسرب الخبر لعدة صحف، ليبيا إكسبريس، أسوسيت بريس، فرانس كما ذكرت أستاذ، وأفريقيا أو الدول الأفريقية تقول أنها مهمشة وخارج قضية ليبيا، برغم من أن ليبيا دول أفريقية. بالإضافة للدول الثلاثة، رئيس النيجر ذكر أن لابد أن يكون الممثل أيضا أفريقي، ليس فقط ممثل للأمم المتحدة من خارج أفريقيا، ويكون مشترك بين مرة أخرى بعد الأمم المتحدة وأفريقيا. والسبب كذلك رئيس النيجر ذكر، السبب أن ليبيا أفريقية، وإذا همش الاتحاد الأفريقي أو همشت أفريقيا فلن يكون هناك حل لليبيا، ولا اعتبار أن الدول الأفريقية يفترض أنها الأكثر تضررا مما يحدث في ليبيا. طيب دكتور فتحي، يعني هل هذا الرفض من قبل أعضاء مجلس الأمن لطلب الاتحاد الأفريقي يعتبر معبر عن رضا من هذه الدول عن أداء غسان سلامة، رغم ما يصف به غسان سلامة من انقسام حول ليبيا في مجلس الأمن؟ هل رغم ذلك الجميع متفق وراض عن أدائه؟ هو في مقال لليبيا إكسبريس يقول أن سبب الرفض كما قالت تلك الدول هو أن الآن نحن في وسط في خضم الإعداد لحل سلمي، والانتظار في مؤتمر برلين، ونحن بذلنا جهود كثيرة، وسلامة بذل جهود وهو مشغول في هذا الأمر ويعد لهذا، وليس وقت تغيير المبعوث. واشتمت هذه الدول أن الاتحاد الأفريقي يريد الالتفاف وطرد سلامة، هذا هو هدف طرد سلامة، ولكن لا يريد أن يطلب هذا مباشرة على أساس أن السلامة مهمش الدول الأفريقية. السبب مرة أخرى التي ذكرتها تلك الدول هو أن نحن الآن، يعني حتى ذكروا كلمة، لا يمكن تغيير الجياد في وسط السباق، لا يمكن أن نغير الجياد في وسط السباق. الآن بعد أن ننتهي من مؤتمر برلين ربما نفكر في أمر تغيير المبعوث، لكن الآن ليس وقت تغيير المبعوث في هذا الوقت. هذا لا، لكن غسان يعني التذرع. نعم سيد دكتور فتحي الفاضلي، اسمح لي. نعم دكتور فتحي الفاضلي، لكن التذرع يعني بذريعة انشغال غسان سلامة بالترتيب والإعداد لمؤتمر برلين ربما يعترض عليه بأنه كان منشغلا أيضا قبل 4 أبريل الماضي بالإعداد للمؤتمر الجامع، وفي الأخير يعني فشل في الإعداد لهذا المؤتمر، فلماذا لا يتم تغييره؟ لعل هناك من يكون أكثر قدرة منه على إدارة أو التوسط لدى الأطراف الليبية وجمع المجتمع الدولي في موقف أفضل. كما ذكرت هذه ذريعة ليست هي الحقيقة. السبب الحقيقي أن هناك مصالح أو وعود من سلامة، ويعتقد اعتقاد جازم أن اختيار أفريقيا
لمبعوث معين والاتفاق عليه سيضيع مصالح كثيرة، لأن السلام حقيقة يحقق في أجندات مجتمع آخر واضح جدا، يعني للقاصي والداني الآن أن السلام مهتم بمصالح المجتمع الدولي ومهتم بمصالح الدول التي تداعم فيه أكثر من اهتمام بمصالح المجتمع الليبي. الاتحاد الأفريقي أيضا يريد شخص يهتم بمصالح أفريقيا بينه وبينه، حتى هو نفس النية يعني نفس النوايا. لا أحد يهتم بمصالح المجتمع الليبي، لا أحد يهتم بالليبي إلا الليبيين. فأفريقيا يعني رأت أنها مهمشة من قبل الغرب وتريد حصتها، وسلامة مصر على تهميش الاتحاد الأفريقي، وبالتالي بدل أن يطلبوا طردة مباشرة رأوا أن نحن أفريقيا ونريد أن نضع مبعوث مشترك وإليه. هي ذريعة في حد ذاتها. أيضا ذكرتني أستاذ عبد الرحمن، ذكرتني أن مجتمع اجتماع برلين ومؤتمر برلين هو نفس الشيء، الملتقى الجامع، يعني خطوة تسبق المؤتمر الملتقى الجامع ما قبل 4 أبريل. يعني يفترض بعد هذا المؤتمر الجميع يتحدث عن أن سيكون هناك ضغط لإيقاف الحرب والضغط لفرض حظر جوي، وبالتالي تبقى القوات كل في مكانها، ويعتبر إلى حد ما انتصار جزئي لحبتر، وأن الطرفين متساويين، وأن نحن أوقفنا الحرب. ثم بعد ذلك يحدث المجتمع الملتقى الليبي، يسموه مش عارف نفس الخطة نفسها اللي قبل 4-4، ولكنها بطريقة إذن بالنتيجة دكتور فتحي، إذن بالنتيجة هل تعتقد بأن الإصرار على أن يستكمل غسان سلامة مهمته ورفض تغييره بمبعوث جديد ربما لا يصب أبدا في مصلحة ليبيا؟ على الإطلاق وجود كما ذكرت لك البعثة دائما مهامها تصب في مصالح غير المجتمع الليبي، المجتمع الدولي مصالح المجتمع الدولي أو بالأحرى الدول المتدخلة في هذا الأمر مصالحهم تسبق مصالح المجتمع الليبي.